سياسة ترتقي واقتصاد، وتلك المعاهد في فيئها، وصيدلة تعتني بالظما. تحقق معنى العلا والحصاد، منارة علم وصرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، نعانق مجد العلا والتراب بنهج شريف قوي العباد. صرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، تعانق مجد العلا والدرى بنهج شريف قوي العماد. منارة علم وصرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، تعانق مجد العلا والدرى بنهج شريف قوي العماد. في نزوى العريقة جامعة، بها ومضات الرؤى والسداد، ونشر جديد لمعرفة، وبحث عميق يحل الشداد. منارة علم وصرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، نعانق مجد العلا والتراب بنهج شريف قوي العماد. علوم وآداب تسمو بنا، وهندسة ترتقي واقتصاد، وتلك المعاهد في فيئها، وصيدلة تعتني بالظما. منارة علم وصرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، نعانق مجد العلا والتراب بنهج شريف قوي العماد. فما أجمل العلم يزه بنا، وما أطهر الحرف طهر المداد، وما أبهج النفس في لحظة تحقق معنى العلا والحصاد. منارة علم وصرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، نعانق مجد العلا والتراب بنهج شريف قوي العماد. صرح رشاد، بها الفكر يرقى يضيء البلاد، تعانق مجد العلا والدرى بنهج شريف قوي العماد. منارة علم وصرح رشاد، بها
جامعة بها ومضات الرؤى والسداد ونشر جديد لمعرفة وبحث عميق يحل الشداد. منارة علم وصرح رشاد بها الفكر يرقى يضيء الكيان وعانق مجد العلا والدرى بنهج شريف قوي العماد. علوم وآداب تسمو بنا وهندسة ترتقي واقتصاد وتلك المعاهد في فيئها وصيدلة تعتني بالضماء. منارة علم وصرح رشاد بها الفكر يرقى يضيء البلاد تعانق مجد العلا والدرى بنهج شريف قوي العماد. فما أجمل العلم يزه بنا وما أطهر الحرف طهر المداد وما أبهج النفس في لحظة تحقق معنى العلا والحصاد. منارة علم وصرح رشاد بها الفكر يرقى يضيء البلاد تعانق مجد العلا والدرى بنهج شريف قوي العماد. علم وصرح رشاد بها الفكر يرقى يضيء البلاد تعانق مجد العلا